أعلن ديوان ولي العهد أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سيقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من عمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. ومن المقرر أن يلتقي سموه حفظه الله خلال الزيارة بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لبحث العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسبل مواصلة تعزيزها بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين.